موضوع بسيط انتم عاد مهتموا بالنيورال اناليسيس بس يلا والله تعالى اكيد عليهم. فراح ناخذ موضوع اللي هو السيربيلا ماشي كده اللي كنا نعرف انه هو مسؤول عن الكوردينيشن ها او في مصر. فهذا هو اللي هو السيربيلا ماشي كده اللي راح يكون يعتبر جزء من هاي البرين ماشي كده اللي في البوستيريور برين نفسها. وقلنا انه هو عنده ريليشن مع الميد برين والبوست والميدل اوبليجات عن طريق السيربيلا بينقص ماشي كده. فهذا البوزيشن اوف ذا سيربيلا هون احنا الفرونتال وهون الاوكسيبيتال وهذا هو السيربيلا. نجي على بالنسبه الى شكل السيربيلا يتكون من كم هيمسفير؟ ثواني تو سيربيلا هيمسفير اوكي. فراح يكون عندنا هالشكل بوزيشن ماله anterior and then posterior وهذا هو الايش superior surface يعني هذا هو الايش inferior surface مثل ما هون شفنا زين. فاذا بين superior surface و inferior هذا superior inferior surface anteriorly and posteriorly. طبعا مو الكافيتي شكل جزء من الكافيتي يعني نجي بالنسبه الى اجزاء السيربيلم عندنا كم لوبينو 3 اللي هي من الانتيريور والبوستيريور والايش والفوليكيولر والمودولا. فايش بدنا احنا عندنا ليتر 2 سيربيلم هيمسفير ايش من هالمكان الفالنس ماشي كده اللي تمتد من البوستيريور او ام ار عفوا اللي هي ايش نوع الفالنس اوكي. هاي الدبرشن اللي سيئوا بيناتهم هاي المنطقه ايش سموها؟ سموها فاليكيولي. هذا الدبرشن هسه اجي اشرح زين. هاي هي الفاليكيولي. هذا عندنا تسر بالدبرشن قلنا وهذا عندنا فيشر هذا ايش سمونه؟ برايمري فيشر اللي يطير الانتيريور لوب والبوستيريور لوب اللي هو يكون لارجست مع الشكل. فهذا البوستيريور لوب وهذا عندنا الانتيريور لوب اللي هي بيناتهم منه البرايمري فيشر. لو نجي نشوف من هالصفحة عندنا هذا ايش سمونه؟ هذا صغير فوليكيولو نوديلا اللي يتكون من فوليكيولوس والنوديول زين. الفوليكيولوس والنوديول اكو فقد فيشر حيقول بيناتهم ايش سمونه؟ يوتيلو نوديلا هذا اللي يكون بيناتهم زين. فإذا هو بالنسبة عندنا للفيرنس كم جزء بينهم؟ ايش بينهم أجزاء؟ البارانت والنوديول ماشي كده واللوبيلا زين. هاي الجزئين هذول ايش بينهم؟ تونسل تونسل اللي هي السيربيلا وتونسل هاي يعتبر كلهم زين؟ كلش سهل هسه نجي احنا نرجع